بغيت ما يستمع الانتخابات المقبلة إن شاء الله الجمعة 4 تنبير 2015 قانت الفرصة يات المناسبة اللي غرد عبر المواطن غماس اللي اهتمام الشأن العام اللي اهتمام القضايا اللي تهمني 4 تنبير 2015 حزب العدالة والتنمية يسكن الشعار يقال مهم جدا صوت النون اللي غرد طوريقة اللي رانت لحم تقيت المناسبة جات الفرصة باش نعبر على الاستمرارية الاصلاح اللي بدا سنة 25 نوفمبر 2011 اللي خصوط المغاربة في ميد نص الحنين 4 شتنبر 2015 تقادا غيات المناسبة اللي فرض عبر للمواطنين على انه رانا حرب للفساد رانا الاصلاح غصة دايت ما استما ونا كوني صغار غصة راه كوني زن الصباح وانا يوني فان غصة صباح ريز رئيس حتى الثمانيه غير الطمز نراقي باش تدوم الصناديق الاقتراع كلكم غير الصوت من 25 نوفمبر 2015 2011 يعني قبل اربع سنين الضغط صوت مغصا التعبر صوت النون تدوم كلكم إرجاز ولا تيمغارين شباب يفقرن واللي مقرنين تدوم كلكم تصوت من ان شاء الله باش تساهم التنميه تساهم في الاداره اللي يقربن اللي قال الجماعه تقاتي النون تقاتي الساكنه الجمعه اللي اللي اختلا العداله والتنميه ان شاء الله تعبر ست سنين هاد لي زرين من خلال الجماعات اللي تسير اللي تسير 50 جماعه انها تقا 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 كانت العدد المصالح تسكر تقيس غل, غل القرب غل مشاريع التنميه الجماعات هاد كنت تدعو باش تفتو ان شاء الله أسس الجمع. كله كنا قاعد سنير باش تعبرم في, في في النقطه كان مهمه جدا بان الانتخابات وسن اربعه ان شاء الله راه تقين الفرصه باش الاصلاح في مزيات ما يستمر ادوري بد غمس البرلمان ادوري بد غمس الحكومه ادوري بد غمس الغرف المهنيه ادياش الجماعات يشكيل الجهات صوتات في ميدن صلحنين ولا لنا العداله والتنميه وحدات ان غلا ميدن صلحنين صوتات في اللسن واكل الصبح ربي